السلام عليكم. بالنسبة للقضية ديال اليوم هي على مقتل رجل أعمال اللي كان معروف في مدينة قنيطرة. هاد السيد منعش عقاري وتاجر في السيارات المستعملة بون أوكازيون. هاد السيد اختفى وتقتل في ظروف غامضة. شكون اللي قتلو وشنو الدوافع ديالو وراء ارتكاب هاد الجريمة هادي، وكيفاش البوليس قدروا أنهم يوصلوا القتلة؟ هاد الشيء هو اللي نعرفوه اليوم. بلا ما نطول عليكم غندخلوا مباشره في سرد تفاصيل جريمه اليوم. البطل ديال القضيه ديالنا اليوم سميتو احمد، في عمره 17 عام هاجر هولندا بطريقه غير شرعيه. في الاول كان كيخدم فاش معطله، من بعد تعرف على واحد مغربي اللي عاونو ووقف معاه. هاد المغربي خدمو في واحد الشركه اللي قادت له الوريقات ديالو، صوبت له الوثائق ديالو، ومن بعد ولا كيخدم في بزاف ديال الخدامي، خطره كيخدم هنا خطره كيخدم لهيه، وكيجمع بيناتهم. بعض المرات كيخدم جوج خدمات باش يقد يجمع بزاف ديال الفلوس. ومن بعد ما دوز 15 عام ديال الخدمه في الخارج دمير والتكرفيس، جمع شويه الفلوس وقرر انه يرجع للمغرب يستثمر فيه، بالرغم من ان السيد من الجهه الشرقيه، الى انه اختار يستثمر فلوسه مدينه قنيطره. بنى جوج عمارات، باع دوك الشقق اللي فيهم ودخل منهم فلوس كثيره. خدمته منعش عقاري، قدر انه يدير سميتو وسط السوق. السيد ولا معروف في مدينه قنيطره، من مور ما بدا كيتاجر في هاد السيارات المستعمله، يعني الطوموبيل سبون اوكازيون ولكن الغالي. السيد تعرف على انه كيتعامل مع الناس اللي خدامين معاه مزيان، حاجته ماشي ديالو. السيد الله يعمر له الدار. من بعد واحد العامين تقريبا تعرف على واحد البنت مغربيه، تفاهم هو وياها وتزوجوا، ولكن غير داز عام من بعد الزواج ديالهم قرروا على انهم يتطلقوا، كل واحد يمشي بحالته. وفعلا تم طلاق بيناتهم واستمرت حياته بطريقه عاديه وطبيعيه. بقى غادي وكيكبر في المشاريع ديالو حتى لواحد النهار هذاك صاحبه اللي كان معاه في هولندا، يعني اللي قلت لكم بانه قاد له الوثائق ديالو، كان كيعيط له في التليفون. كيعيط ولكن احمد ما كانش كيجاوبه. التليفون ديالو واحد الوقيته طفى مره. داز على هادشي تقريبا مده ديال 4 ايام. هاد صاحبو لي فولاندا تخلى عليه، خصوصا ان كان بيناتهم اعمال وتجاره اللي مشتركه، كان حط معاه واحد جزء من راس المال، كان يوميا كيبغي يبلغو بالجديد وكيعاودو شنو كاين. هاد صاحبو تخلى عليه بزاف، تواصل مع بعض الناس اللي قالوا له بان صاحبك راه هذه المده ديال 4 ايام وهو غابر ما جاش للخدمه ديالو. هنا بقى كيقلب حتى دبر على النمره ديال الطليقه ديالو، تواصل معها عيط ليها وقال لها راه احمد ما كيجاوبش على التليفون ديالو المده ديال 4 ايام، وحتى الناس اللي خدامين معاه راه كيقولوا انه ما جاش للخدمه. عائلته كيقولوا بانه ما تواصلش معهم نهائيا، وكيقولوا بانه حاس بان وقع له شي حاجه وشي حاجه اللي خايبه الله يحفظ. طليقته في الاول رفضت، قالت له شنو ندير عنده، اش بيني وبينه؟ قلت له ما يمكنش نمشي ندق على السيد في داره، وعلاقتنا تسالات من شحال هادي، هادي شحال ما تواصلنا مع بعضياتنا، ولا سول فيا ولا سولت فيه. لكن السيد باش يزعمها شويه اقترح عليها يدور معها بواحد المبلغ كبير ديال الفلوس. انا السيده وافقت ومشات فعلا للعماره في كيسكن الطليق ديالها. اول حاجه بدات بها بدات كتسول العساس، العساس كياكد نفس الهضره، يقول بان السيد غابر دابا شي 4 ايام، حتى الطوموبيل ديالو راه ما كايناش في لاكار. طلعت هي للدار في كيسكون وبقات كدق عليه، كدق حتى شي واحد ما كيجاوب. ولات عيطت لداك السيد لي فولاندا لي صيفطها، علمته بهذا الشيء وقالت له رانا عييت ما ندق في الباب، ولكن السيد راه ما فتحش ليا. هنا السيد اتخلع، قال لها غالبا احمد واقع له شي حاجه. قالت له شوف، راه بما ان الطوموبيل ديالو ما كايناش، السيد راه يقدر يكون مسافر، غالبا سافر باش يبدل الجو وطفى تليفون، غالبا ما بغاش يعلمك بهذا الشيء. ولكن صاحبه كان متاكد بان احمد مستحيل يدير شي حاجه بحال هكا. يلا شوفي، ضروري تحلي داك الباب، عاد شوفي شي واحد حريفي، شي واحد متخصص في السوارت باش يفتح لك داك الباب ديال الدار. وفعلا داك الشيء اللي دارت، مشات عند الاساس ديال العماره ونعت ليها واحد السيد اللي كان قريب من الموقع ديالها. مشات مباشرة لعندو وجابتو معاها للشقة، جابتو طلعتو للبارطمان، ولكن ملي قالت له بأن قالها شكون انتي، قالت له أنا راه الطليقة ديال مول الدار،
وشرحت له الظروف ديال الاختفاء ديالو. قال له هدايا السيد خاف، قال له ضروري خاصك تعيط للبوليس. وسحب له ورا الدار ديالها في الاول، قال له نقدروا نلقاو واقع له شي حاجه ونوليو طالعين هابطين وواحدين فيه. وفعلا داكشي اللي دارت، داكشي اللي كان. اتصلت بالبوليس وشرحت لهم الوضع كي داير، البوليس في البلاصه التحقوا بعين المكان وما فتحوش الباب الا بحضور الطليقه ديالو والعساس ديال العماره وشي جيران باش حتى هما يكونوا شهود على الواقع. من بعد ما فتحوا الباب تفاجؤوا بان احمد جد تهاند. حمد عارم الملابس ديالو، سيد مسكين كان لابس غير الشورت، رجليه مربوط هما ويديه، غارق في ضايا ديال الدم، الدم ولا كحل، سيد مدبوح من الوريد للوريد، الجسم ديالو كله ضرابي كله زرق، باين بانه تعرض للعنف قبل ما يموت. والعجيب في الامر ان الجثه ما كانت عاطيه منها حتى شي ريحه. علاش؟ ان الكليماتيزور كانت مشعوله على اقصى درجه ديال البروديه اللي ممكنه، وهذا الشيء اللي كيفسر ان الجثه باقا ما بداتش التحلل. الجثه الريحه ديالها باقا ما عطاتش، لان كون عطات كوش مؤجل عن بعد. دابا نرجعوا لمسرح الجريمه نشوفوا كيفاش كانت الحاله ديالو. الباب ديال الدار ما كانوش فيه الاثار ديال العنف ولا ديال التهرس، الباب ديال الدار عادي. الطاوله اللي كانت تما، الطابله اللي كانت في الصالون، كانوا فيها جوج كيسان ديال العصير. الكوزينه كانت في حاله طبيعيه، بيت الناس اللي كان مقلوب، بيت الناس مقلوب سفاعل على بحال كان شي معركه تما. البلاكار اللي كاين في بيت الناس كله مخوي، كله مخوي في الارض. الكوافوز المجر الفوقاني ديالها كان مليوح في الارض ومهرس، المجوره الاخرين حتى هما مخويين. هادشي اش كيبين؟ كيبين بان القاتل غالبا قتل هاد السيد بدافع السرقه، خصوصا من الحاله اللي شافوا في بيت الناس. الصالون كما قلت لكم من قبل كانوا فيه جوج كيسان د العصير، يعني اخر ضيف دخل عند الضحيه كان كيعرفو مزيان وكيتيق فيه، لدرجه انه دخلوا لقرب دارو وضيفوا العصير، جاب له يشرب العصير، اذا كيعرفوه صاحبه. غالبا هاد اللي دخلوه هو اللي غدروا وقتلو. البوليس بداو كيصوروا في الجثه من جميع الزوايا، خضعوا الادله كاع الجنائيه اللي كاينه في مسرح الجريمه، مسحوا كاع البصمات، خضعوا حتى دوك الكيسان خضعوهم معاهم. غالبا دوك الكيسان فيهم لادئان ديال الضحيه وديال الضيف اللي معاه، يكون باقي الريق ديالهم في الكاس. اول حاجه داروها البوليس سولوا العساس شنو لاحظتي مؤخرا، واش ما سمعتي شي صداع ولا غوات اللي خارج من الشقه اللي كيسكن فيها الضحيه احمد؟ العساس اش كيقول؟ كيقول لهم بلي السيد الله يعمر له الدار كان كيتهلا فيا، كيدور معايا مره مره، السيد ما يكونش عنده الاعداء، كان كريم. قال لهم بان مؤخرا لاحظت بان كيجي عند واحد السيد، ولكن قبل ما يغبر بشي ايامات جاو عنده ثلاثه ديال الدراري للدار، ومن هذيك الساعه ما عاود شفتو، ما شفتوش حتى جات الطريقه ديالو بدات كتسول عليه، وطلبت مني اني نطلع معها للشقه في كيسكن، ولكن انا رفضت وخفت على راساتي. بولي سولو الطريقه ديالو، بما ان العلاق ديالك مع هذا السيد هذا احمد هذا سالت شحال هادي، اش جيتي عند الدرو، اش جيتي ديري عنده الدار، علاش جيتي بالضبط في هذه الوقيته اللي كان هو فيها مقتول؟ قالت لهم بان واحد السيد صاحبه من هولندا راه هو اللي عيط لي في التليفون، ما عرفني دبر النمره ديالي، وشرحت لهم بالضبط داكشي اللي وقع. وبما ان الطليقه هذه كان سبق انها سكنت معاه في ديك الدار في ديك البارتمان راه يلاه طلقوا، كانت عارفه شنو الحوايج اللي فيها، شنو الحوايج اللي ما بقاوش فيها، تسرقوا وتهزوا متم. قالت لهم بان الضحيه كانت عنده واحد المكانه عزيزه من نوع رولكس، هاد المكانه ما كانش كيحيدها من يدو نهائيا. التليفون ديالو كان ايفون اخر ما كان، تليفون غالي، عنده واحد البيسي غالي تا هو من نوع الماك، زائد كان شي تحف اثريه اللي كانت كثيره وكاع مزلعه في الدار كامله، دابا حاليا ما كايناش. انا البوليس تاكدوا بان الدافع ديال القتل هو السرقه، خصوصا فزادوا عرفوا بان الطوموبيل راه ما كايناش في لاكاف ديالها، حتى السوار ديالها باش كديماري ما كايناش في الدار. من بعد ما عطاتهم هاد الطليقه هاد المعلومات هادي كامله، داوها معهم المركز باش يزيدوا يبحثوا معاها. البوليس كانوا شاكين فيها هي، كيقولوا هي اللي تقدر تكون عندها علاقه بهاد الجريمه، اعتبروها المشتبه به رقم واحد في هاد القضيه.
بداو كيرجعوا معاها شويه للماضي، قالوا لها كيفاش كانت علاقتك مع الطليق ديالك يعني قبل ما تطلقوا، علاش طلقتوا بعدا اصلا، شنو هو سبب الطلاق ديالكم؟ قالت لهم باننا تزوجنا عن حب. قالت لهم هادشي اللي كنت كنظن انا في الاول، ولكن بعد الزواج السيد مبقاش كيديها فيا، دارني عا بحال شي حاجه في الدار، بحال شي اتات وصافي، ما بقى يتسوق لي، ما بقى يسول فيا، ما كيتعاملش معايا مزيان، غالبا ما كيخليني في الدار بوحديتي، وكيمشي ما كيجيش كاع. في الاول قلت ربما مشغول، ربما السيد راه منيش عقاري عنده الخدمه كيتلاقى معاك ليا، ولكن سمح فيا همني. وبقى داكشي غادي وكيزيد، السيده ملي شكت فيه بقات كتنبش موراه وكتسول عليه، موراه بقات كتقلب له التليفون ديالو حتى عرفت عنده ميولات غير طبيعيه. هنا قررت ان تطلق منه، الراجل ما كيبغيش ينسى، كيبغي يرجع. ملي اكتشفت حقيقته قالتها له واجهته، قال لها عرفتي اش عدير، نعطيك مبلغ كبير ديال الفلوس مقابل اننا نطلقوا وتسدي فمك ما تقولي حتى لواحد هادشي. قالت لهم فعلا عطاني ديك الفلوس راضاني وطلقنا، وفعلا التزمت معاه وما عمري جبت هاد الهضره مع شي واحد. البوليس كانوا متاكدين غالبا هتكون هاد الجريمه وقعت بسبب ميولات الضحيه. حاليا دابا عندنا اربعه الحوايج. اول حاجه، الضحيه كان على معرفه قويه بالقاتل، علاش؟ لدرجه انه دخلوا لعندو وضيفوا العصير. ثاني حاجه، القتل كان بدافع السرقه، اللي كيبين هذا الشيء هو ان الطوموبيل ما كايناش والمسروقات ما كايناش في الدار. ثالث حاجه، هي الناس اللي دخلوا عنده للدار في النهار اللي وقعت فيه الجريمه راه كانوا ثلاثه ديال الناس، شكون هما الله اعلم. رابع حاجه واللي هي مهمه بزاف، الضحيه كان كيسكن في اقامه راقيه، يعني فيها الناس اللي لاباس عليهم، اقامه معروفه في مدينه القنيطره. هذه الاقامه هذه محروسه وفيها كاميرات المراقبة، ولكن للأسف في عام 2009 الجودة ديال كاميرات المراقبة كانت رديئة، يعني كيبان لك بنادم ولكن ما كيبان صافي مزيان. زيدون ملي شافوا التسجيلات لاحظوا بأن كاين ثلاثة دراري فعلا اللي طلعوا عنده. هذوك ثلاثة دراري كانوا دايرين كاسكيطات يعني مغطين النص ديال وجههم، ودايرين القب ديال واحد شي كبابط، حتى شي واحد فيهم ما كانت باينة الملامح ديالو. حاليا دابا عرفنا ثلاثه الناس هما اللي قتلوه. حنا دابا قدام جريمه قتل معقده، ما كاينش ادله في مسرح الجريمه، خاصهم يشوفوا شي طريقه باش يعرفوا شكون هما بعدا ثلاثه الدراري. اول حاجه بداو بها، مشاو لشركات الاتصالات، شركات بثلاثه بهم، سولوهم، شافوا الارقام اللي كان كيتصل بها الضحيه، خصوصا في 48 ساعه الاخيره ديالو قبل ما يموت، استدعوا تقريبا 45 واحد وكلهم بحثوا معاه، كلهم حقوا معاه، لقاو ان هاد الناس هادو كامل من الزبائن ديالو، خصوصا ان الضحيه كان منعش عقاري وكيبيع ويشري في الطوموبيلات، يعني عادي ان يكون في الليسته ديال الاتصالات ديالو كثير الناس، عادي انه يتواصل مع بزاف ديال الناس. ولكن واحد الرقم، استدعوا مولاتو، اكتشفوا ان مولاتو ما كايناش، مولاتو اصلا ميت هذه 3 سنين. اذا مول النمره ميت، شكون هذا اللي كيستعمل الرقم ديالو من ديك المده هذيك؟ بداو كيفكروا كيفاش غيوصلوا لمول هاد النمره هادي. عندهم حل واحد، مشاو عند شركه ديال الاتصالات وكيشوفوا ديك النمره لمن كتعيط، يعني شكون هما الارقام اللي كيتواصلوا مع داك الرقم اللي ما معروفش عندهم. دابا استدعوا تقريبا 7 ديال الاشخاص، هاد الناس هادو كاملين كياكدوا بان مول هاد النمره كيسكن في الكاريان، كاريان وسط مدينه كازا. هاد السيد سميتو اشرف، عمرو 24 عام، عطاهم حتى البلاصه فين كان كيسكن بالضبط. ملي عطاهم هاد المعلومات طلبوا منهم انهم يتكتموا على هاد المعلومات وما يقولوها حتى لشي واحد، لانهم كانوا شاكين باللي هو اللي ارتكب هاد الجريمه ديال القتل. وفعلا البحث دار في سريه تامه. البوليس ديال القنيطره مشاو لكازا، طلعوا للدار البيضاء، شكلوا واحد الخليه ديال البحث اللي كانوا فيها ناس من كازا، بوليس كازا، وناس اللي طلعوا من قنيطره، بوليس قنيطره، وبداو الابحاث ديالهم في تنسيق موحد بيناتهم. مشاو لكاريان فين كيسكن اشرف، خرجوا عندهم والديه، هنا كيقولوا لهم بان اشرف اصلا هذه 10 ايام هو غابر وما تواصلش معنا نهائي، ما عيطنا له، وهذه حاجه اللي ماشي من عوايده. دابا رجعوا النتائج تشريح الطب، اش كتقول؟ كتقول بان الضحيه مات بسبب الذبح.
الجسم ديالو كان فيه آثار ديال العنف اللي تعرض له قبل الوفاة، ولكن السبب الرئيسي هو الذبح. كيقولوا بأن كاين آثار ديال ADN ذكري في الجسم ديالو. تاريخ الوفاة ما قدروش يحددوا امتى كان بالضبط، لأن يعني القاتل من بعد ما ارتكب الجريمة ديالو اطلق الكليماتيزور على أقصى درجة ديال البرودة اللي ممكنة. علاش؟ باش الجثة ما تحللش بسرعة كبيرة، باش الجيران ما يشموش دغيا الريحة ويعيقوا كاينة جريمة تما. كما كتعرفوا الجسم ديال الإنسان بعد ما كيموت كيفرز واحد البكتيريا، هذه البكتيريا هي اللي كتسبب في التحلل ديال الجسم بسرعة. ولكن قد ما كانت البرودة مرتفعة قد ما كتقل هذه العملية ديال التحلل. هنا البوليس تأكدوا من الشكوك ديالهم، خصوصا أن صاحب هذا الرقم هذا مول هاد النمرة كان واحد الإنسان اللي ما فحالوش، إنسان اللي بوفري، ضحية كان لاباس عليه، يعني باين العلاقة اللي كانت كتجمع بيناتهم شنا هي. نشروا المخبرين ديالهم بداو كيقلبوا عليه، أو فعلا حصلوا عليه. في لقاو مخبي عند واحد الولد، عند شي واحد من العائلة ديالو، ولد عمو في واحد الدوار في النواحي مدينة كازا. مشاو ليه لقاو عليه القبض، داروا له الأصفاد المينوط وجابوه باش يبداو معاه البحث. دخلوه جلسوه بداو كيسولوه شنو العلاقة ديالك بالضحية. قال لهم ما كنعرفوش وما عمري هضرت معاه في التليفون. البوليس واجهوه باللي راه لقيناكم هاضرين مع بعضياتكم بزاف ديال المرات، ولكن السيد باقي شاد في الإنكار ديالو. البوليس مشاو معاه لدارهم اللي كاينه في الكاريه، داروا لها واحد التفتيش دقيق ولكن ما لقاو حتى شي حاجه. وباش يزيروه كثر ويزيدوا يضغطوا عليه استدعاو الحارس ديال العماره اللي كان قال لهم بان واحد الدري راه ديما كيجي عنده البارتمان ديالو الشقه ديالو. جابوه فعلا، جابوا الحارس العماره كونسيرج، شافوه تعرف عليه، قال لهم هذا السيد هذا هو نفس الشخص اللي كان كيجي عنده دائما، ورجع عنده تقريبا اشهر قبل وقوع الجريمه، يعني حارس العماره عرفوه تعرف عليه. فالسيد مادام عرفوا الا ما كانش مرتكب هذه الجريمه علاش هاد الكونسيرج غيكذب عليه؟ البوليس ملي داروا لهم قلنا المواجهه مع بعضياتهم، السيد ما لقى ما يكذب، اعترف بان فعلا كان كيمشي عنده للدار. قال لهم باللي كنت كنمشي عنده باش نديرو المخدرات، كان كيوصيني نشريها له، شي علاقه اخرى بيناتنا ما كايناش. البوليس بقاو كيحقوا معاه تقريبا مده ديال 24 ساعه متواصله، ما خلاوش ناس، زيروه في البحث مزيان، حطوه قدامه الادله، قالوا له الدين ديالك راه كاين في الكاس، يعني عنديروا المطابقه غنتاكدوا بانك انت اللي كنتي عنده النهار اللي وقعت الجريمه. السيد هنا عرف راسو حاصل، قرر انه يعاود لهم داكشي كامل اللي وقع. قال لهم ماشي انا اللي قتلته، انا ما فراسيش اصلا بانه مات. قال لهم غالبا شي واحد من صحابي هو اللي ارتكب هذه الجريمه. دابا اجي نعاود لكم التفاصيل كامله كيفاش وقعت هذه الجريمه بالضبط. هاد السيد بدا يعاود، اش قال لهم؟ قال لهم كانت كتجمعني علاقه ماشي هي هذيك مع هاد السيد مع الضحيه، في المقابل بين كل لقاء بيناتنا كيعطيني بين 300 حتى 500 درهم، وكيتكلف ليا بالترونسبور من مدينه كازا لمدينه القنيطره. قال لهم هاد النهار هذا اللي وقعت فيه الجريمه تواصلنا مع بعضياتنا الليله اللي قبل وقوع الجريمه. بدا كيهضر معايا ولاحظت ان الصوت ديالو ناشط مبدل، سيد كيهضر معايا وطاير بالفرحه. قلت ليه مالك؟ هو ما كيخبي عليا والو. قال لي راه صدقت لي واحد البيعه وشريعه وصورت فيها واحد المبلغ كبير ديال الفلوس، وبلي رانا كنتسنى غير نهار اثنين باش نمشي نحط الفلوس في لابونك لان جات في الويكاند. قال لهم ديك الساعه ملي سمعت عنده فلوس كثيره في الدار طمعت، قررت نمشي نشوف شي جوج صحابي باش يتعاونوا معايا وانا نمشي ندي ديك الفليسات، خصوصا اني عارف بان الضحيه ما كيعرف عليا انا حتى شي حاجه، ما كيعرف سميتي الحقيقيه، ما كيعرفني فين كنسكن، وما يقدرش يبلغ عليا لانه غادي يفضح راسو وغادي يتشوه قدام الناس. قال لهم اختاريت واحد جوج صحابي صحاح اللي كانوا كيسكنوا في نفس المنطقه اللي انا كنسكن فيها، اقترحت عليهم الفكره عجبتهم مزيان، خصوصا من اللي عرفوا بان السيد لاباس عليه، السيد عنده فلوس كثيره محطوطه في الدار، اذا مادام ضرب بيع وشريا في الويكاند خلى الفليسات في الدار اذا راه يلقاوهم غير في المال، وعمشيو عطيو وصل خد العصا وعنديوها له.
قال لهم مشيت عنده للدار نهار السبت بالضبط 15 مارس عام 2009. شربنا انا وياه العصير، دوزت معاه تقريبا واحد ساعتين ديال المكانه، طلبت منه باش نخرجوا نضربوا دويره وعاد نرجعوا، ولكن هو رفض، قال لي رانا عيان وبغيت نرتاح شويه. قلت له راه مع 12 ديال الليل غنرجع عندك للدار. قال لهم خرجت على برا تلاقيت مع صحابي تعشينا مجموعا، ومع 12 ديال الليل رجعنا للدار. قال لهم ما الحل ديال الباب؟ حل ليا الباب وعطاني بالدار على اساس اني نسد موراه ونتبعوه. قال لهم في هذه اللحظه هذه انا نقصت عليه، زيرته وخشيت له واحد الطرف ديال الثوب كبير في فمه، بقى كيدكلو في داك الثوب باش من يسمعوه باش الجيران ما يسمعوش، واخا يغوت ما يسمعوش الجيران. قال لهم صحابي ديك الساعه دخل مباشره مورايا، ربطنا له يديه، ربطنا له رجليه، حيدنا له حوايجه وصلخناه بالعصا، اكليناه بالعمود مزيان حتى فقد الوعي. قال لك سرقنا له البيسي، المكانه، التليفون، شي تحف اثريه اللي باينين غاليين وخفاف اللي كانوا عنده تما في الدار. قال دخلنا لبيت الناس، بقيت نقلب حتى لقيت المبلغ ديال 5 مليون، 5 الباكيات. هزيناها، هزينا السوار ديال الطوموبيل، قال لهم السوار انا عارفه في كيحطهم وعارف الطوموبيل راه كاينه في لاكاب، شحال مره كركب انا وياه وكنخرجوا بها نسافروا. هزيت معايا حتى السوار ديال الدار، سدينا الباب من برا وهبطنا لاكاب، ركبنا في الطوموبيل وخرجنا من داك الحي اللي كان كيسكن فيه. قال لهم كنت كنظن بان الجريمه ديالنا كامله، ما كاينش لا عيق بينا. شويه صاحبي تفكر بان نسى التليفون في الدار، انا كنت عارف بان تلقى التليفون تفضحنا، التليفون دليل قوي اللي لقاوه البوليس شينا فيها كامل. قال لهم عطيتو السوارت وقلت له ما تعطلش. هك صاحبي طلع لتما تقريبا واحد 15 دقيقه ورجع عندنا الطوموبيل، رجع هو هاز التليفون ديالو. ديك الساعه مشينا لمدينه كازا، بعنا دوك المسروقات، الطوموبيل ديناه لواحد السيد اللي معروف كيتاجر في السيارات المسروقه، يعني غالبا غيفصلها ويدي الله في راه. فرقنا دوك الفليسات مع بعضياتنا قد قد، وقررنا ما نبقاوش تلاقاو، كل واحد فينا يتخزن في بلاصه حتى تهدل القضيه. قالك ولكن كنظن بان هذاك صاحبي اللي رجع لتليفونه هو اللي قتلو، هو اللي ذبحو، حنا كنا كتفنا وعطيناها راسها، غالبا بغى يذبحو باش ما نتفضحوش. وملي رجع عندنا ما قال لنا حتى حاجه، ما قالش اش درت واش درت واش درت، حتى جيتو نتوما بلغتونا بهذا الشيء. البوليس ملي خداو السميات ديال هاد الصحاب واللي شاركوا في الجريمه، لقاو بانهم عندهم ديجا في قاعده البيانات ديالهم، لان عندهم سوابق في السرقه ومدمنين على المخدرات. ديك الساعه دارهم في الرشاش، بقاو كيقلبوا عليهم حتى لقاوهم، جابوهم باش يحقوا معاهم. صحابو كانت الاقوال ديالهم متطابقه، كلهم كيقولوا نفس الهضره اللي قال هو، الا حاجه واحده، حاجه واحده اللي ما اتفقوش فيها، ديال ان اشرف هو اللي نسى تليفونه تما ورجع باش يجيبو. داك تعطل عليهم بزاف تقريبا مده ديال 30 دقيقه، لدرجه انهم تخلعوا وكانوا كيظنوا بان شي حد حصلو وشدو، وكانوا ناويين ديك الساعه يهربوا من تما. حتى فجاه ها هو كيبان ليهم اشرف جاي في اتجاه ديال الطوموبيل. سولوه شنو وقع لك، علاش تعطلتي؟ قال لهم حق راه السيد اللي كيسكن حدا احمد كان خارج من البارطمان ديالو، خفت لا يقشعني، خفت لا يشوفني، بقيت كنتسناه مده حتى عاود رجع للدار ديالو وتاكدت ملي ما يوليش يخرج. السيد من بعد ما عطى هاد المعلومات كامله للبوليس، داروا المواجهه ما بينه وبين اشراف وبين صحابه بجوج. هنا ما بقى عنده فين ينكر، اعترف لهم الجريمه ديالو. قال لهم من بعد ما سرقنا وقررنا اننا نمشيو في حالاتنا، كنت حاقد عليه، حاقد على هاد احمد، كارهو. قال لهم حسيت بانه استغني، وكنت خايف بانه يفضحني، ان فاش سرقوه داكشي قال غادي يفضحني من بعد، ولا من بعد غيبقى قاني عليا حتى يدير فيا شي حاجه. قال السيد عنده نفوذ وغيبقى حاط عليا وعيجيبني او ينتقم مني. قال لهم انا درت هاد السبه، قلت لهم راه حكا نسيت التليفون ديالي تما باش نرجع للدار. قال لهم ملي رجعت للدار حليت الباب بالساروت ولقيتو مازال مسرح في بلاصتو وبدا شويه كيفيق، يعني كيرجع له الوعي ديالو. قال لهم مشيت جبت الموس، واحد الموس كان في كوزينه، وذبحتو من الوريد للوالد. قال لهم ديك الساعه شعلت الكليماتيزور وزدت البروده فيه مزيان لاقصى درجه، وكنت عارف بان الجثه ما غاداش تحلل بطريقه سريعه،
قالوا له باش عرفتيها؟ قال لهم هذا الشيء حكار انا فايت شايفه في واحد فيلم امريكاني. السيد من بعد ما تاكد انه سوره الدار مزيان ارجع عند صحابه كيجري. المهم امام هاد الاعترافات هادو كامل داوهم باش يديروا تمثيل الجريمه، كملوا لهم المسطره ديالهم وقدموهم لمحكمه الاستئناف اللي كاينه في مدينه قنيطره. المحكمه تابعتهم السرقه الموصوفه، القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، وتحكم عليهم بالمؤبد. اما اصحابه اللي كانوا معاه حكموا عليهم بالسرقه الموصوفه والمشاركه في جريمه، تحكم عليهم هما ب 20 عام ديال الحبس، واخا ما قتلوا ما والو. المهم الله يكتب علينا مكاتب الخير، والله يخرجنا من دار العيب بلعيب، والله يرزقنا حسن الخاتمه، يجعل اخرنا احسن اولنا، يجعلنا خفاف ظراف على قلوبكم، ويرزقنا الصحه والسلامه وطول العمر. خوتي خواتاتي، نتلاقاو غدا ان شاء الله في نفس الموعد، كما شفتوا طريق الحرام كدير الظلام. تهلاو.